السلام عليكم يا صحابي، النهاردة هتفرحوا بيا شوية وهتزعلوا مني شوية، بس اوعدكم هتغير كتير في الفترة الجاية. يلا احكيلكم على اللي حصل. سلام عليكم يا سفيان. وعليكم السلام، اهلا يا ام خميس، وحشتنا البصارة اللي كانت بتلف العمارة. اهلا يا سفيان. والله يا سفيان اللي منعني، صحتي تعبانة شوية، انا ما تأخرش عن احلى جيران وهبعتلك طبق بالليل. لا شكرا يا ام خميس، شكلك تعبانة. أنا الحمد لله يا سفيان، بس طلبة منك طلب، أرجوك بلاش تساعد خميس ابني تاني. مين؟ أنا فهمت حضرتك تقصدي إيه. أيوة، ساعة ما قلت الخميس ما تخافش، أنا هساعدك واجيب لك العصفور بتاعك، وتسببت إن الناس أذته. ده أنا قلت أرمي الطوبة جنب العصفور عشان يقرب، راحت كسرت الإزاز بتاعت جيران الشارع اللي ورانا من غير قصدي والله، وقلت له يلا نجري، راح خميس وقع اتكسر دراعه، فجيت اسنده وقعنا احنا الاتنين، راحت رجله اتكسر وانا رجلي حصل فيها كدمات. لا الف سلام عليك من الكدمات، بس ارجوك بلاش تساعده تاني. عشان لما طلب مني اسقي الزرع ما خدتش بالي وزودت المية والزرع مات، انا اسف سامحوني. وفاكر لما ساعدته قلت له انا هساعدك في حل واجب الرياضة، وحلت له المسائل غلط وفهمته غلط وسقط في الامتحان. فاكر وندمان، وانا اسف ليكي وليه يا ام خميس، حرمت، كان غرضي خير والله. تفتكروا هتعملي البصاره ولا لا؟ ودلوقتي وقت الفزوره، من هو صاحب قصيده نهج البرده؟